سلام اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غدا نبدا معكم واحد الدرس ديال غرزه الرنده بربعه الغرزات. بسم الله على بركه الله. عندنا الخيط مبروم على ثلاثه الشعرات، البره النمره 6. ها هي شفتوها؟ نبداو. انا هنا خادمه، انا نوريكم كيفاش كيتخدم. الغرزه الاولى، الغريزه الثانيه باش كنبعدو ما بين الهرم والهرم، نخليوها غرزه بيناتهم. الثانيه نرجعو نهزو عليها الهرم. شتوها؟ شتو بحال هكا، دقه في الثوب. شتو؟ نهزو هاد الغرزه، نشد في هاد العوينه، نهبطو. شتو؟ هكا دقة في التوب. هنا في الجنب ديما كتزيدي واحد العوينه باش كيتم غادي الهرم وكيكبر. شتوها؟ ها هي العوينه هاي. تحاولوش تسدوها باش ما تفرجع، تبغيو تهزوها تجيكم سهله. الغريزه الثانيه، الغريزه الثالثه، نهبطو بنفس الغريز. شوها على هكا، الثانيه الثالثه. شوف دابا يولي عندنا ربعة الغرزات بحال هكا. شوف الغريزة الثانية، الغريزة الثالثة، الغرزة الرابعة. نرجعو في هاد الغرزة، هاهي شوف تتشدي بحال هكا باش يدير هاد الراس بقاد العوينة. نهزو جوج عوينات من هنا، يبقاو لينا جوج لتحتها، وحده جوج. كنبعدو بحال هكا من هاد لهنا لهنا، نخليو هاد المسافه بحال هكا. نرجعو هنا في هاد العين. شتو؟ نعمروها بالحبيك هاد الخويط، كنبقاو نعمرو فيه حتى كيعمر. شتو؟ بحال هكا بحال هكا. هذا الدرس كيتسمى عين وحاجب. شتو؟ بحال هكا حتى كتوصل للجنب ديالو. شتو؟ نضربو الضربة الأولى في التوب، الدقة الثانية، نجيو ديريكت لهاد الراس بحال هكا. شتو؟ ونرجعو لهنا في نفس العين اللي خرجنا منها، نرجعو تاني لهنا. شتو؟ للراس ديالها. نبداو نحبكو. شتو؟ تهزي بحال هكا الخيوط بتلاتة باش ما شتو. ركزو مزيان باش تفهمو. شتو؟ بحال هكا بحال هكا، كنبقاو كنحبكو حتى كتعمر لينا هاد الخيط لي عمر لينا كله. تخليو الشمر خويا باش ما يبقاش بعيد من بعضياته. خيط سهل ليا، غدا نبقى غدا معاه بشويه، تندوزو في التوب نخدم عليه بحال هكا. شتوها كيفاش جات؟ دقه هنا في التوب بحال هكا، ندوزو من لهنا باش نخدم عليه. نركبو الخيط ديالنا. شتو؟ حنا فوقها غادي نركبو الخيط، فوق هداك الدقة باش الخيط يبقى مزير باش ما يتحلش مع الصابون وداكشي. ها
بحال هكا، الدقة التانية في الثوب، شتو؟ نرجعو هنايا نبداو الهرم ديالنا، شتو؟ نهز هاد العوينة هاهي، دقة في الثوب، نهز هاد العوينة، شتوها؟ ركزوا مزيان، تبعوا معايا المراحل غتفهموا، شتو؟ بحال هكا دابا عندنا جوج غرزات، شتوهم؟ هذا ديال الجنب كتزيدي منها الغرز باش يطلع داك الهرم يتم غادي وكيكبر. شو دابا ولو عندنا ثلاثة العوينات بحال هكا، الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، دقة في الثوب بحال هكا، نهز هاد العوينة، العوينة الثالثة، الرابعة، ديما تشدو الخيط بحال هكا باش يبان ليكم شنو كاين، شتو كيفاش تخدموها، الرابعة نرجعو فيها، نهزو هاد العوينة الأولى، العوينة الثانية، غندوزو ديريكت لهنا، عينك ميزانك معاه متبعديش بزاف باش متجيكش مشكرفة الخويات، شتو كيفاش كير، نرجعو نهزو هاد العين، نعمرو هاد الغريزات بالحبيك، شتو هما كيفاش جاو، بحال هكا، شتو، بحال هكا، نديرو دقة في التوب الأولى، دقة الثانية، ندوزو ديريكت للراس ديالها هنا، نرجعو في نفس العين اللي خرجنا منها، ندوزو للراس بحال هكا، بحال هكا، والخيط ديما متخلوش واحد مرخي واحد، يكونو قد قد بحال هكا، هاد الحبيك بحال هكا، شو بحال هكا، ترجعي فيهم تعمريهم بحال هكا، كيجي زوين هاد عين وحاجب من الفوق، الا بغيتي ديري ليه سنينات ديال غرزه وحده كديريهم، ما بغيتيش تخليه بحال هكا، داش اختيار ديالك، تعاودي ديريهم بلون اخر ولا بنفس اللون، تيجي زوين وعاطي المنظر ديالو زوين بحال هكا، شتو شتو كيفاش كيجي، شتو تيجي زوين.